بقول لك عمي طرد رؤية من البيت من غير ما تاخد حتى شنطة هدومها. انت عرفتي ازاي يا بت؟ لما رجعت من بره احمد قال لي كل حاجة. ايوه انا مش فاهمة، فهميني بالراحة. احمد عايز ابويا وعمي يتصالحوا ويفكوا الشركة القديمة ويرجعوا اللي لحقها. يا لهوي، اهلي ليها فيه؟ هي مش مكافيه العز اللي عايشه فيه؟ لا وكمان طرد مصطفى من الشركه. ايه؟ او والله زي ما بقول لك كده. اسمعي ما اقول لك يا بنت، لو هتفتحي بقك مع اللي اسمه مصطفى ده ولا تسمعي كلام اخوك خالص، لحسن كده تبقى انت اللي عايزه تسيبيه ساعتها يطلب الشبك، انت تسكتي خالص، تسيبيه هو اللي يقول مش عايز، ساعتها بقى ملوش عندنا حاجه. هو ده اللي همك؟ اه طبعا هو ده اللي هماني، هو لولا تقطع شويه بقى معاه قرشين كان يبقى بني ادم. يعني ايه؟ يعني خلاص لو وقع مالكيش صالح بيه، سيبيه. يعني انت خليتيني اوافق على مصطفى عشان خاطر معاه فلوس؟ نعم يا اختي، امال انت وافقتي عليه ليه؟ ماشي، انا عقلي صور لي ان هو ممكن يكبر ويغتني، يبقى عنده شركة وهيلمان ويبقى ليه شنة ورنة. ايوه بتغيزي بيه الوتر. اه كنت عايزة اعمل كده، كنت عايزة اقوله ان انا خدت اللي احسن منه، طلعت انا اللي خايبة. يا خيبتك يا سماح، الله يحرقك يا طارق. جدع يا بت، طلع لأمك. وانا جيت جنبك فين انت يا هبله؟ في حاجه؟ اللي في حاجه، انت الكبير بتاعهم انت هنا ولا ايه؟ طب انت عبيط. لا يا بس يا عم ده مجنون يا عم ولا ايه؟ ده سكران ولا ايه؟ سيبوني. اوعى يا عم، تعالى معايا هنا على الشات. خلاص اوعى يا عم، سيبوني بقولك. تعالى معايا. انت اللي جايبك اصلا؟ عرفت انك هنا، ولا بترد على حد ولا بتكلم حد، قلت اجي بنفسي اشوف في ايه. ما شاء الله ما قصرتش. ها يا نهار اسود، وسبت ما اجيب له قعده في البيت؟ ده هتلاقيه خاربها ومقطعها حريم السلطان. مالكش دعوه، تعالى وريني اوضتك فين. استني بس اسمعي مني والله، روحي بس البيت هتلاقيه معاه بتاع تلات اربع ستات ومقضيها. واقول لك على فكره حلوه قوي، ممكن اقول لك على فكره فيديو تطلعي ترند، تخش عليه تصوريه كده. ترند ايه وزفت ايه؟ يلا تعالى قدامي بس. خش. تعملي فيها النظره بقى. خش. ايه ده؟ ايه في ايه؟ هو انت اتجننت؟ ليه؟ عشان ايه كل ده؟ عشان كيفي كده؟ مش كل واحد ليه كيف بيتبسط بيه؟ ايه وايه؟ وايه اللي حصل عشان تعمل في نفسك كده؟ لا والله ولا حاجة، يعني أنا تقدري تقولي أنا وقيت على الدنيا لقيت ابويا راجل فلاتي وبتاع ستات وبعدها نص ضارب وبتعمل حاجات غريبه عشان تطلع ترند. انا انت ايه؟ زين زين، انت بتقول ايه؟ اقول لك زين اتكلم، انت ايه في ايه؟ انا زين 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 زين. مساء الخير. مساء النور. اقعد. اتأخرت ليه؟ أنا آسف. خير؟ راضي. ماله؟ لازم نخلص منه. شوف، أنا عارف إن أنت كنت عامل حسابك إنه هيشيل، وإنك واخد الشركة واجهة، وأنا ياما مدحت لك فيه، وكنت واثق فيه إنه فعلاً هيشيل. دلوقتي بقى بقول لك سيبك منه. والسبب؟ بيتحداني.
طار شخص يعني. عض الايد اللي بتوكله، والكلب لما يعض الايد اللي بتوكله يبقى لازم يتضرب بالنار. طب سيبك من راضي خالص، انا عارف هتصرف معاه ازاي. شفت شيرين زوقي دي عملت ايه؟ شفت الورق اللي طلعته في التلفزيون على الهوا؟ سيبك منها، انا هقدم بلاغ للنائب العام، والقناه دي هقفلها خالص. ده مهند من حق، ده بيأسس شركه جديده ناوي يدخل المجال، وانا بقى مكتبي تحت امره. نتكلم بعدين. طيب وراضي؟ قلت لك اتكلم بعدين. اي مهند. اي يا حبيبي، انا معاك. ها ما تقلقش، ما تقلقش، انا مثبت الكل، كلهم هنا في جيبي. كله هيجي بس بالدور. المال والبنون. طب لو المال كان كتير بس نقمة وحمل تقيل وعذاب، لو المال مش هيسعد ويحمي يبقى ايه فايدته؟ الفلوس لو راحت ممكن ترجع، انما السمعة ما بترجعش. ياه الله يرحمك يا ابويا، كنت دايما تقول لي اللي هتسيبه لاولادك صديق عمري يحبهم زي ولاده، ومال حلال يدخل جوفهم يقويهم ويعليهم، وسمعة نظيفة تخلي راسهم فوق. انت بقى يا كمال عملت ايه من ده كله؟ ولا حاجة، ولا حاجة يا كمال. صراحة استغربت. ليه؟ يعني هو المفروض في الطبيعي ان امي هي اللي تدور عليا، مش مرات ابويا. تعرف ليه انا بدور عليك وليه مهتمة ابقى جنبك؟ عارف. ما اكيد نجيب قال لك روحي عقلي الواد الاهبل ده واديله كلمتين كده ورجعيه البيت، واهو قصاد ده بقى اكتب لك فيلا، جيب لك عربية، زود شوية من حسابك في البنك، أي مصلحة. خالص عشان أنت غلبان. غلبان. ناس شايفاك غني مع كل حاجة، تحت إيدك كل متعة الدنيا، الناس بتبصلك على انك اتولدت في بقك معلقه ذهب، بس انا ببصلك بشكل مختلف تاني خالص. انا شايفه الحقيقه اللي محدش شايفها، شايفه تعبك ووجعك من ساعه ما والدك طلق والدتك، شايفه قد ايه بتحاول انك تبقى بني ادم طبيعي، شايفه قد ايه بتحاول انك تتاقلم مع الوضع عشان ما تتعبش. انا بجري ورا الفلوس كاني في سبق، وحارب عشان افضل في مكانتي، وعندي استعداد اني ادمر اي حد لو حاول يقرب مني او حاول انه يقف في طريق، عشان حاجتين مهمين قوي، عشان محدش يقدر يقرب مني ويتحكم فيا، عشان الفقر شيء قذر، الاحتياج شيء سافل. اوعى تفتكر اللي انا وصلت له ده كان صدفه. اذا انا شيرين زهدي النهارده عشان تعبت وقدمت تنازلات. ندمان على التنازلات اللي أنا قدمتها، بس يمكن التنازلات دي هي اللي جمدت قلبي قوي، خلتني ما عملش اعتبار لأي حاجة أو لأي حد. أنا بفهم كويس وعندي خبرة،
وبعرف أقرأ الناس صح وأشوفهم برضو بطريقة صح. تحدي كويس. طيب شاطر. بتحب علي. إذا والدتها رفضتك عشان سمعة والدك متى لازم تثبت لها إنك أفضل، إنك إنسان مختلف خالص. من اللي أنت حكيتهولي عن ليل والدة عليا، من اللي أنا أعرفه عن عليا، رفض والدتها ليك مش عشان الكلام اللي قالتهولك، لا خالص. لكن أنت عايزة تعرف أنت هتعمل إيه؟ عايزة تعرف زين هيقدر يكون مختلف عن والده قد إيه؟ هتقدر تواجه ولا لا؟ ايه يا بنتي كنت فين؟ خير يا ماما. اختك مش عجباني، في حاجه مخبيها عليا. مصدومه من ايه؟ بصراحه يا ماما هي كانت متخيله ان زين اقوى من كده بكتير. وبعدين انت لازم تصرحيها وتقولي لها انت قلتي لي لا. يعني انا كان عندي حق. ايوه ماما انت كان عندك حق، بس انت ماشيه بمنطق ان مش اي حد يحصل له اي حاجه يتاثر بيها، وانت انتقدتي مامته وباباه ودي برضو مامته وباباه. وبعدين زين يعني في موقف صعب قوي وحساس قوي، خصوصا ان هو عارف ان انت عندك حق. يعني انا كنت غلطانه بصراحه. ايوه ماشي. ومهند هيجي امتى؟ كلمني وقال لي ان هو هيجي قبل حضرتك. طيب وانا كمان هكلم زين. بجد؟ اه. ربنا يخليكي لينا يا اجمل واعظم ام في الدنيا. طب يلا يا بكاشه خشي شوفي اختك واقعدي اتكلمي معاها. خش. يا رب. اخوك جاي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعال عايزاك اقعد. تحت امرك. قولي انت ناوي على ايه ان شاء الله؟ ناوي عدل المايل. تعدل المايل؟ احنا يعني؟ اه ياما احنا. يا لهوي بتشتمني يا ولا؟ لا مش بشتمك، انا بقول لك ان احنا اللي كان حالنا مايل وانا هعدله، وهقول لك بقى اللي هيحصل عشان تحط في اعتبارك ان ده مفيش كلام بعديه. عم راضي طرد رؤية من البيت عشان هي ست ناقصه، والست الناقصه اللي ما توقفش مع جوزها وقت محنته، وانا لو مكانه كنت قطعت ابويا. عملت اي حاجه عشان يندم على اللي عمله ده، بس عشان قدام واحد وعم راضي هو اساس الغلط، قلنا خلاص مسامح كريم وعفى الله عما سلف. مرات عمي ليل هي صاحبه البيت ده وصاحبه المطعم، وبعد كده التركه تتوزع بما يرضي الله، كل واحد ياخد حقه. قول كده بقى، اصل انت مش فاهمه. مش فاهمه ايه يا بنت؟ البيه بيراضي بنت ليل عشان تقوله ان انت راجل وسيد الرجاله وجبت لنا حقنا اللي راح. لكن اللي ما تعرفوش يا حبيبي ان صاحبك طارق كلب عقلها حلاوه، وخد الجديده بقى هيشاركهم في المطعم الجديد وهيبقوا سوا سوا. انا بحبها بس هي قالت لي لا. لا على ما تقطم وسطها. بس هي عندها حق، وانا مش بعمل كده سامح عشان تقول لي انت سبعه برومبا ولا انت سيد الرجاله. اخوك مش وحش قوي كده، انا بعمل كده عشان خايف من الايام اللي جايه. هيحصل ايه يعني لو كل واحد خد حقه وبقى راضي بيه وزي الفل؟ ساعتها بس هنعرف نعيش مع بعض. ايوه بس ليل مش هتنسى اللي حصل. مش لازم تنسى، المهم على الاقل لما نشوف بعض نسلم على بعض او حتى نتكلم. وحتى لو هي لسه شايله الايام كده كده كفيله تنسيها اللي حصل. على فكره انا بعمل كل ده عشان بكره، انتوا بس اللي مش فاهمين. ابنك بيعمل لبكره.
الو، انا احمد عويل. ممكن نتقابل بس عايز اكلمك في موضوع. ما تقلقيش، باخر مره هطلب منك الطلب ده. شكرا. الورقه اهو قدامك، تاكد بنفسك. انا الورق ما يهمنيش، الورق ممكن يتستف. انا اللي يهمني دلوقتي حاجه تانية خالص. ايه هي؟ ابوك ورب الكعبه ما حصلش. مش مصدقك. طيب اعمل لك ايه عشان تصدقني؟ مهما تعمل برضه مش هصدقك. انك انسان كذاب، انسان اناني بيدور على مصالحه وبس. ده انا حتى مش مصدق انك عاوز تتصالح وتتعدل، وحاسس ان في وراك مصيبه كبيره مخبيها. طب ايه اللي يرضيك عزت؟ اكتب لك الشركه باسمك؟ اكتب لك كل فلوسي باسمك؟ يبقى في مصيبه اكبر وبتهرب منها، وعايز تصدرني انا وتحطني في وش المدفع. انت شايفني وحش قوي كده؟ اكتر مما تتصور. انت في نظري انسان اناني، خد حقي وحق اولادي وحق بنات اخوه. ده كان كل اللي يهمك انك تذل ليه؟ بعد ما عرفت ان شهره المطعم غلت ثمن الارض، عاوز تذلها وتاخد اللي وراها واللي قدامها، وما فكرتش للحظه في شقاها وتعبها السنين اللي فاتت. خدت الفلوس كلها من البنك، تعرف كويس قوي انها مش فلوسك، وعارف كويس قوي دي فلوس مين. فلوس اخونا يا راضي، اخونا الله يرحمه اللي تعب وشقي بالفلوس دي وكتبها باسم ابوك، لانه كان انسان مؤمن وكان دايما يقول انت ومالك لابيك. حبنا من كل قلبه. وصى ابوك قبل ما يموت وقال له يابا خلي كل واحد من اخواتي ياخد نصيبه من المال، خليهم يعيشوا. لكن انت طمعت، وانا برضو. انت؟ ايوه، بس انا طمعت بطريقتي، سكاتي. تسكت يا واد، بلاش فضايح. بعدين ما يصحش انك تقف قدام اخوك كل ده وانا مستني في الاخر عشان اشوف هاخد ايه. ده مش حروق. لا، انا مش هقول ان الشيطان هو اللي عمل في ده كده. لا، احنا نفوسنا الضعيفة هي اللي خلتنا نعمل كده. مساء الخير. النور. معلش انا عارف ان انا بعطلك. لا عادي ولا يهمك. خير؟ طب تشربي ايه الاول؟ بص يا احمد، لو جايبني علشان تتكلم معايا في الموضوع اللي اتكلمت فيه المرة اللي فاتت تبقى انا اسفة، يعني ما بتفكرش وما عندكش قد كده ذكاء. طيب ممكن نلاقي اسلوب الطف من ده يعني نتكلم بيه مع بعض؟ بقول لك ايه يا احمد، انا مش بعتبرك ابن عمي، انا معتبرك عدو. انا بس جاي عشان اقول لك انه في الاخر احنا اللي فوق، وان اللي انتوا عملتوه ده ولا هزنا، وان بنات المعلمه ليل اقوى واعظم بكتير من اي حاجه حصلت. على فكره اللي انت بتقوليه ده كلام يبسطنا ما يضايقنيش. وعلى فكره عشان تعرف برضو حاجه مهمه. بص انا مش جاي اتكلم معاكي في الموضوع اللي فتحته معاكي قبل كده، انا بس في معلومه وصلت لي وكنت حابب اتاكد. اللي هي طارق ماله؟ انت فعلا بتحبيه؟ وانت بقى يعني بصفتك ايه بتسال السؤال ده؟ لو قلت لك بصفه ابن عمك. وانا قلت لك ان الصفه دي انا رافضها. ولو قلت لك تعيدي تفكير في نظريتك دي. ليه؟ عشان في حاجات كتير حصل. حاجات ايه؟ مش مهم دلوقتي، كده كده هتعرفي بعدين. لا مفيش حاجه اسمها بعدين. استنى بقى يا احمد هقول لك انا ليه رافضه ومصممه.
عشان امي اللي تعبت وسهرت الليالي وظهرها تقطم علينا انتوا بهدلتوها. عشان المحضر اللي جالنا لحد المطعم عشان يطردنا منه. المطعم اللي امي حربت عشان يبقى له صيت وسمعه. عشان ابوك اللي راح اتفق مع عمك عشان يطردنا من البيت ويطلعونا منه ونبقى في الشارع. طب احنا بنات، عارف بنات ايه؟ بنات عمك. وانا بقول لك انا اسف واي حاجه ممكن تطلبيها عشان نرجع تاني عيله واحده انا مستعد اعملها. وعلى فكره انا مش بكلمك في موضوع طارق عشان ابقى بتدخل في حياتك او بتحكم فيها، بس كنت حابب اتاكد. ليه بقى ان شاء الله؟ عندك اعتراض؟ بالعكس، طارق شاب مجتهد واثق من نفسه وعارف هو عايز ايه ويستاهل. شفت اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ مش استاذ مؤنس قبض عليه وهيتوقف عن العمل. طب وايه الجديد؟ ما انا كنت عارف ان ده اللي هيحصل له. اسمعي انت الاهم بقى. خير في ايه؟ انا ظبطت مع ماما تكلم مامتك ويتفقوا على الفرح يبقى اخر الشهر ده. نعم؟ انت ازاي تعمل كلام غير ما تقول لي؟ وسع كده؟ جد. لا 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 مش هينفع خالص. ده مش اقل من شهر ونص عشان الفستان بس يخلص. ليه يا ست الكل في ايه؟ انت هتعملي فستان الاميره ديانا هترصعيه بالالماس؟ ده انا هنزل هجيب البدله في 5 دقايق ويمكن اطلبها اونلاين كمان. انا مالي؟ انا عندي تفاصيل يا حبيبي. انا لسه هنزل اشتري القماش واشوف الديزاين واشوف مين اللي هتعمل الفستان. ده غير القاعه وفي تفاصيل تانية كتير. ده مش قبل 3 شهور. لا الكلام ده مش هينفع. انت تكلم مامتك وتقول لها الكلام اللي انا قلته ده بالظبط. لا 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 لا. ايه يا فريده حبيبتي في ايه؟ انا كل اللي انا عايزه ان احنا نبقى مع بعض. تستعجل على ايه؟ مستعجل الا مستعجل. انا مستعجل قوي، مستعجل جدا. انا مش مستعجله خالص. انا احب كل حاجه تيجي على الهادي. على الهادي يا زبادي بيها قوي. بس كيوت والله وبحبك قوي. يا اخي انا عمري ما سمعت صوت ضميري ابدا. دايما كنت اسمع صوت نفسي وبس. اللي نفسي تقول لي عليه اقولها سمعا وطاعه. انا كنت شايف ان انا من حقي اخد كل حاجه لان ربنا حرمني من الخلفه. كنت ابص عليك انت واخوك اقول اه لو حد فيهم وقع ولا تعب هيلاقي اللي يسند عليه. لكن انا لو تعبت ولا وقعت مش هلاقي حد اسند عليه الا قرشي، قرشي وبس. عارف عايزة انا امتى حسيت ان انا غلط؟ لما دخلت السجن لقيت نفسي بقابل ناس عمري ما كنت اتصور ان انا هتعامل معاهم ابدا. انا كنت داخل السجن فاكر ان انا يا ما هنا يا ما هناك. كنت لوحدي وتعاملت مع ناس عمري ما كنت اتخيل ان انا اتعامل معاهم وانا جوه السجن. اول ما دخلت واد خاوي وجبار محدش يقف قصادي. بس مادة السجن خلتني احس ان انا ضعيف، ضعيف قوي لاقصى حد ممكن اتخيله. يا حسيت ان كل فلوسي اللي عملتها في عمري كله ولا ليها اي لازمه. عارف انا وافقت الكلام بتاع احمد ابنك ليه؟ ليه؟ لأن حسيت إنه طوق نجاة بالنسبة لي عزت. الواد أول ما قال لي أنا بعتبرك زي أبويا اتمنيت من كل قلبي يكون لي ولد. وقعدت أفكر يا رب ليه ما ادتنيش الولد؟ كان نفسي أوي بعد ما سمعت الكلمة دي منه يبقى لي ابن.
قعدت افكر، يا ترى الواد ده احتاجني كم مره؟ كم مره حب وتحب تهجر، حب يشتكيلي ويرمي همومه على صدري؟ رنا الملاوة عزت وبنات اخونا اللي ملهمش غيرنا، عمري يا اخي ما باركت الواحدة فيهم نجحت ولا سألت على واحدة فيهم عيت. عمري اكيد اكيد عيني كانوا بيتمنوا التليفون حتى يسمعوا صوتي وانا بطمن عليهم. انا ضيعت لحظات حلوة اوي كانت في ايدي. يا خسارة. انا مش عايزك تعرف البنت دي تاني. اوعى يا بنت انت تكوني جبتي سيره لماما ولا عرفت حاجه. اللي سمعته ده حقيقي؟ هو انت قلقان على زين للدرجه دي؟ مصطفى دلوقتي بقى كوخه. ما انا لازم اعرف ايه اللي حصل. احب وانا مش مستغنيه عنك. ايوه معايا ولا عليا؟ انا عايز اعرف انت عايزني ازاي. انت ما تعرفش عاليه دي كانت عامله ايه في القناه. بس هو وابوه بقى لازم يدفعوا الثمن اللي اتعمل ده. مستحيل ده يحصل. واللي بتعمل حاجه بتعملها بمزاجها. ما تتكلم عادل. هو انت عارف انت كنت ايه بالنسبه لي؟ قول انا بحب بنتك وما اقدرش اعيش من غيرها. ايوه ما انت مش باين لك اماره. ابنك اعتدى على بنتي. يا نهار اسود يا نهار اسود. عايز ابقى عادي من غير اي مشاكل تيجي من ناحيتكم. ده انا هجيب حق بنتي بالقانون.